مشاهدي قناة الأفق الفرنكوني، مرحبا بكم في حلقة جديدة عن موضوع مشكلة البحث العلمي. أولا نتناول بالشرح والتفصيل اهتمام الباحث بالموضوع ودرجة ميل الباحث. أولا اهتمام الباحث بالموضوع أو المشكلة التي يقترحها لها أهمية خاصة في القيام بالبحث وإتمامه على أكمل وجه. كان الاهتمام الشخصي بالبحث يزيد من الدافعية ومن ثم احتمالات النجاح فيه، وهذا يتطلب من الباحث أن يوجه لنفسه بعض الأسئلة. فما هي هذه الأسئلة؟ هل هنالك إشباع لموضوع البحث والميول والدوافع الحقيقية له؟ أما أنه مجرد حب استطلاع يريد الباحث استكشافه؟ نعم، لتناول دراسة المشكلة إذا قد يفتر حماس الباحث في أثناء مرحلة البحث لعدم وجود الدافع الحقيقي الذي يحث الباحث على الاستمرار وتخطي الصعوبات. بيد أن الدافع وراء الاهتمام بموضوع البحث قد يكون مجرد الرغبة في القيام بأي بحث للحصول على درجة علمية أو مكاسب أدبية أو مادية، لذا ينبغي له عدم الخلط بين الاهتمام بالمشكلة المثارة والرغبة القائمة على التحيز للوصول إلى نتائج أو إجابات معينة، وإنما يتطلب توخي الدقة والموضوعية والأمانة الفعلية. إمكانية بحث المشكلة في ضوء خبرة الباحث، ماذا يعني ذلك؟ ثم الضرورة لطالب الماجستير أو الدكتوراه أن يوجه لنفسه الأسئلة الآتية: ما نوع وكم المعرفة وكذا المهارات التي يحتاج إليها مثل هذا البحث الذي يريد إنشاؤه؟ إذ كثير ما يحدث أن يختار الباحث موضوعا معينا عند قيامه بإجراء البحث يتوصل بعده أو بعد مدة إلى أن خبرته في الموضوع لا تساعده على الاستمرار، ومنها على سبيل المثال افتقاره للنظرية التي تقوده أو إلى مهارات في التكنيك الإحصائي، سواء تحليل إحصائي أو غيره، وليس لديه خبرة بذلك. وعليه يجب أن يأخذ الباحث أيضا بعين الاعتبار أن هذه الأمور عند تحديد مشكلة بحث، أن يحاول اختيار المشكلة الأكثر مناسبة أكثر مناسبة لخبرته وإمكانياته العلمية، ويطور نفسه في أثناء إعداده.